هلا الفايل اللي موجود هون، انا هون قررت اخذ ستيب. حتى ستيب هاي اظن انها عند نقطه معينه. خلينا نشوف اذا ستيب انا حاطتها at zero time. انا حاطها ستيب تايم من البيجنينج. من البيجنينج انا حاطط تورك، معطيها تورك من البدايه at zero time. طبعا هذا هون بيمثل نيوتن متر، فانا مدخل له تورك. ايش بيطلع منه؟ سبيد. لاغراض الفحص بامكانك تعمل هيك، بس فعليا اذا انا شابكه على لود ايش راح ادخل له؟ سبيد اللي راجعه من لود، زي ما عملنا بالدي سي موتور. بس لاغراض الفحص هون كاني حاطه على بنش وبدي افحصه، فدخلنا له 3 فيز. ايش لازم يكونوا 3 فيز؟ كنت انتبهوا دائما، تمام. وهذا ايش الفولتج اللي هون؟ بيك، مش ار ام اس. بدك تحوله، اذا قسمت 325 على ايش نقسم؟ جذر الاثنين. شو بعطيني؟ اعطيني 220 او 230، والله ما بعرف، حد يجربها يتاكد. طبعا هذا الفيز فولتج ولا اللاين فولتج؟ اللي عم بقيسه هلا هذا الفيز فولتج. اللاين فولتج راح يصير بين هذا وبين هذا، بس ما راح يصير طرحهم وجمعهم لانهم فيزرز، مش هيك؟ قديش بينهم زاويه هذول؟ 20 درجه. تاكد تحطوا الناقص، اذا حطيت زائد راح تلخبط الامور. شو راح يتلخبط اذا حطيت زائد 120 وزائد 240؟ ايش يعني زائد 120؟ يعني الاس ليدنج الار، واذا حطيت على التي 240 يعني التي ليدنج الاس ب 120. شو صار بالفيس سيكونس؟ ايش راح ينعكس في المحرك؟ دوران الفلكس، الفلكس راح يصير لف بعكس الاتجاه. اوكي، هلا هذا مشكلته راح يسبب لنا مشكله هون، لانه السرعه بتصير نيجاتيف وكل فالكونفنشن هون في الماتلا او الكونفنشن بشكل عام، الاحسن دائما نعمل اس لاجنج وتي لاجنج. فمعناها لما نحط احنا 120 و120 ناقص 120، عمالنا بنقول انه هاي انا سميتهم ار هون، بدك تسميهم اي بي سي بصير هي ار. هذا الاصطلاح اخذتوه بالسيركتس، ايش كان باتجاه الدوران؟ اصطلحته انه يكون انتي كلوك وايز. وعلى اي سرعه؟ اوميجا. اوميجا هلا لها علاقه باف، مش هيك؟ اوميجا بتساوي 2 باي اف، واف اللي هو الفريكونسي تبعت السبلاي. هلا اذا بلف هيك وفي شخص عماله براقب من هون، هي عينه، مين بشوف بعد 120 درجه؟ الاس. وايش بشوف بعد كمان 120 درجه؟ شوف التي. فالتي فعليا هي ليدنج ار باي 120 او لاجنج ار باي 240، نفس الشيء. بس هذا هو الفيز الصحيح، الفيز سيكونس الصحيح. عشان كل الاصطلاحات من ناحيه بوزيتيف تورك، بوزيتيف تورك يعني هو محرك، نيجاتيف تورك يعني صار جنريتر، كله هذا راح ينقلب اذا قلبته هذا الفيز سيكونس. فدائما انتبه تشتغل على الفيز سيكونس الصحيح، اوكي؟ ما تنسوا طبعا الفريكونسي هون 50، هذا لانه برنامج امريكي فيه كثير من الديفولت سيتنجز محطوطه فيها 60 هرتز، اذا نسيتها راح تلخبط اشياء كثيره خصوصا في الباور الكترونكس. جبنا ريكتيفاير وحطينا السبلاي، غيرنا السبلاي 50 وخلينا الريكتيفاير 60، راح يتلخبط كل شيء. تاكد انك تغير الفريكونسيز كلها ل 50. اوكي، اذا هي 325 اللي هي البيك، طبعا هذا فيز فولتج بيك اللي هون. اللاين بصير ار ماينس اس، بس هدول فيزرز ما بنسميهم، ما اسمهم فيكتورز. لا قصدي مش فيكتورز، هدول مش فيكتورز. الار مش فيكتور، الار فيزر. الفيزر معامله معامله الفيكتور، بس هو مش فيكتور. اوكي، الفيكتور هو شيء بالفضاء موجود، هذا بس بيمثل ساينوسويدال سيجنال، مش هيك؟ الساينوسويدال سيجنال حتى اخذ الار ام اس تبعها والفيز تبعها عبرت عنها بشيء بيشبه الفيكتور. ايش اسمه؟ فيزر، بس هو مش فيكتور. هي هذول عملناهم معامله الفيكتور. طيب خلينا نطلع على هذا المحرك الان. اذا هي جهزنا الباور سبلاي 3 فيز باور سبلاي، حطينا الفيز سيكونس الصحيح، حطينا هون ناقص 120 ناقص 240. نتاكد من الاس من التي كمان. 325 ناقص 240، كان بامكانك تقول زائد 120. اوكي، هي هذا تمام من هون. هلا انا هون خلطت المصطلح الامريكي مع المصطلح الالماني، ما فيش مشكله، انتم فاهمين هاي الاي بي سي امريكي، الار اس تي الماني. وهون شبكناه بالهاي، انا ما بعرف اذا هذا ات ميكس ماتش ديفرنس هون في البروجرام في البرنامج، ان نعمل جراوندنج ولا اعمل جراوندنج، اتس بروبلي جود براكتس، بس انا ما عمري شفت اي افكت من ناحيه البرنامج. هلا هذه سيجنال ولا باور كيبل او باور كونكشن؟ هاي سيجنال. اوكي، بدكم تميزوا بين السيجنالز، هدول باور كونكشنز بمر فيهم كرنت وعليهم فولتج، هذه سيجنال بتحمل معلومات. اوكي، فهي عمالها بتقول انه انا بدي اعمل لود على المحرك مقداره هالقد تورك وبدي اشوف شو السبيد تبعته. بقدرش احدد الاثنين مع بعض، يا بحدد التورك وبيطلع معي السبيد، يا بحدد السبيد وبيطلع معي التورك. زي ما حكيت لكم المره الماضيه، اذا بدي اعمل سيميليشن واطلع التورك على لود،
برجع من التورك السبيد وبدخلها، بس انا هون بدي افحص، فكاني عمالي انا بحط عليه تورك وبشوف ايش السبيد اللي بمشي عليها. هذا البرنامج اظن احنا عملته مع طالب او طالبه حتى نعمل بلوتنج للسبيد تورك كيرف تبع المحرك. تعمله نقطه نقطه، تعمل بوينت 1 بوينت ات تايم، تعمل بلوتنج للكيرف كامل. هون عمالنا بنحول من راديانز بير سكند لار بي ام، كونفرجن تو ار بي ام، وكويس انك تحط الارقام زي هيك ما تختصرها، ما تحطها 9.95، حطها 60 على 2 باي حتى تعرف ايش اللي موجود هون. وهي عندي هون ديسبلاي، الكل استعمل الديسبلاي، بريح علينا الديسبلاي مرات اذا بدك تشوف فاريبل بدكش تروح على الاوسيلوسكوب، بدك تقرا وبعطيك ريدنج، اذا كانها ما بتتغير كثير، في السيتنج، اذا ما بتعمل سيتنج الديسبلاي ممكن يكون مشكله. واخترنا احنا 3 اوتبوتس، كيف بعمل هون؟ بعمل رايت كليك وايش بعمل؟ بس سيلكتر، مش هيك؟ فعندي هون بس سيلكتر بارامترز، فاحنا اخترنا ثلاثه من الاربع، لا والله هون عندنا عدد هائل. اوكي؟ متذكرين في الدي سي موتور كان عندنا؟ اربعه، اللي هم الفيلد كرنت والارمتشر كرنت والفولت والسبيد والتورك الالكتروماجنتيك تورك او الالكتريكال تورك. هون عندي عدد هائل من الميجرمنت بقدر اختار، مثلا اذا عملنا اكسباند للروتر ميجرمنت بقدر اختار الروتر كرنت واختار اي واحد من الثري روتر كرنت، في روتر كرنت ماشي عندي. بقدر اطلع بعدين في عندي الكيو دي موديل، رح نحكي عن الكيو دي موديل، الكوادرتشر والدايركت فلوكس والروتر فولتج، الاندوست فولتجز في الروتر. ستيتر ميجرمنتس، عندي ستيتر كرنت طبعا رح يكون، ستيتر فلوكس، ستيتر فولتج، بقدر اختار اي واحد بدي من هدول. واللي بهمنا الميكانيكال، بهمنا الميكانيكال ايش بعطيني؟ تورك وسبيد. فبيطلع معي الروتر سبيد، الروتر انجل اللي هي الزاويه ما بين الروتر والروتيتنج ماجنتيك فلوكس والالكتروماجنتيك تورك. لاحظ تذكر الالكتروماجنتيك تورك هو الانديوس تورك، بده ينطرح منه ميكانيكلي ايش؟ ايش راح ينطرح من الالكتروماجنتيك تورك او الالكتريكال تورك؟ الفريكشن والويندج لوسز، هدول لازم ينطرحوا. فهو لما بعطيني هذا الرقم عماله بعطيني الرقم الانديوس تورك، التورك اللي تولد، التورك الافيلبل ات شاف، بده ينطرح منه الويندج والفريكشن لوسز توركس، اذا ايكوفلنت لتوركس بكون عندي هذا التورك الافيلبل. تختار اللي بدك اياه من هدول، بتعمل اختيار لهدول اللي بدك اياهم من هون. احنا مختارين هون ميكانيكال روتر سبيد، بيطلع جريدينتس بير سكند، ميكانيكال الكتروماجنتيك تورك وستيتر ميجرمنتس. اخذنا هون احنا ستيتر كرنت، هي طلعوا مع هذول الميجرمنتس الابل اخترناهم هون بعثناهم. خلينا نطلع على النوتس. اذا احنا اخترنا هون المشين از سكوريل كيج اندكشن موتور، لانه شو كان الاوبشن الثاني؟ واوند روتر اندكشن موتور. اذا عندي واوند روتر اندكشن موتور ايش راح يتحرك يتغير في هذا المحرك؟ شو راح يطلع عندي؟ كم ترمينال؟ سته، ثلاثة من الستيتر وثلاثة من الروتر. كيف باخذ كونكشن من الروتر؟ عن طريق ايش فيزيكلي؟ سليب رينجز، يكون عندي 3 سليب رينجز فيزيكلي في المشين. هلا نطلع على المحرك تبع ال ال هلا هون تذكروا هاي الابلاي مهمة، هاي لخبطوا فيها في امتحان المحوسب اظن المرة الماضية. إذا بدك تختار سيتنجز مختلفة أحسن شيء تعمله قبل ما تعمل أوكي اعمل ابلاي. أوكي؟ لانه هذا راح ياثر معنا بالبريسيت، في عندي بريسيت مودلز ومرات بدي اغير على البريسيت موديل. عارف ايش يعني بريسيت؟ كلمه بريسيت، بريسيت يعني ايش مجهز لك اياه، كلمه بريسيت. ففي عندي بريسيت مودلز، يعني هاي دي ميزه السوفت وير الجيد، السوفت وير الجيد ما يجيبون لك جيب لي المحرك هذا، اعطيني الارمشر ريزيستنس، اعطيني عفوا الستيتر ريزيستنس والستيتر اندكتنس والاكس ام، بتقول له ما بعرف خلص وقفنا. السوفت وير الجيد ايش بعمل؟ بعطيني دروب داون وبعطيني اوبشنز، فهون معطيني مجموعه محركات، خلص معطيني الديفولت بارامترز تبعتها، انا ما بعرف شو بدي استعمل، بدي محرك. السوفت وير السيء شو بصير يعمل؟ بصير يطلب منك كل تفصيل، بتيأس بالاخر بتسكره وبتتركه. فاذا طلعنا هون هلا احنا مختارين من بين بريسيت مودلز. هلا كمان بامكاننا ما نعمل بريسيت موديل، بامكاننا نعمل مش بريسيت، واحنا بدنا نبني كل شيء فيه. وطلعنا الموتور بارامترز، اخذته في الماشينز كيف تطلعوا الموتور بارامترز او تقيسوهم، يا يعني بتجيبهم من الصانع، بتتذكروا اللوكت روتر تيست والنو لود تيست والريزيستنس تيست الدي سي تيست، تمام؟ كل الاشياء هاي بامكانك تقيسها، في كثير من البارامترز هاي بامكانك تطلعها منها. حتى كمان عندنا هلا بفرجيكم بالادفانسد موديلز، اذا رحنا هون على الادفانسد هي هذا ضل هون ضل البريست موديل الاول اللي كان 20 هورس باور، عفوا مش بالادفانس بالبارامترز، بقدر اعمل سيميليشن للساتوريشن.
تبعت البي اتش كيرف. اه البي اتش كيرف بصير فيه ساتوريشن، لما بضل ازيد ازيد الكرنت الكور هذا صار ماجنتايزد فولي ماجنتايزد، وكان يعمل سيميليشن للساتوريشن. طيب نرجع قبل ما نكمل بس نطلع الكونفيجريشن من هون. اذا هون احنا مختارين 20 هورس باور 50 هرتز، 50 هرتز اللي هي الفريكونسي، 400 فولت ايش هذا؟ لاين فولتج ار ام اس ولا بيك؟ ار ام اس دائما لازم ار ام اس. عندي 20 هورس باور بضربها في 746. انتبهوا انه الالكتريكال هورس باور بيختلف اظن عن الميكانيكال هورس باور، اختلاف بسيط بالتحويل. الالكتريكال 746.746 كيلو واتس بير هورس باور، فبدي اضرب هاي ال 20 هي بتطلع تقريبا 15، هي اقل شوي صغيره من 15 400. هاي الميكانيكال انبوت بدي اختار الموديل، ادخل تورك ويطلع معي سبيد ولا ادخل سبيد ويطلع معي تورك؟ نختار احنا هون لاغراض الفحص زي ما قلت لكم احنا مختارين تورك. بالعالم الحقيقي لما بشبك السيستم وبشغله فعليا المحرك عم بيطلع تورك بياثر فيه على روتيشنال لود بيرجع منه سبيد. الفريم ريفرنس هون روتر ما فيش مشكله، لو خلينا بعدين هذا بنشوف ايش بياثر. الماسك يونتس هون اس ار. طبعا اذا اخترنا هون سكوريل كيج ما بقدر اغيره، ليش شيدد سكوريل كيج؟ ليش محطوط هون شيدنج على سكوريل كيج؟ مش قادر اغيره ل 1 2 3. فاهمين السؤال؟ اذا شيدد معناها هو في شيء، بس هلا بالموديل اللي انا فيه ما في ريتيرنز ماشي، كيف ممكن اغيره؟ شو بدي اعمل؟ شو بدي اضطر اعمل حتى اخلي ال 1 غير البريست؟ بلغي البريست. لكن هاي النقطة المهمة، إذا بدي احتفظ بالبارامترز اللي اعطاني اياها البريسيت، اول شيء بعمله بعمل ابلاي. اوكي يعني خلي بضل اتذكره هذا عشان نرجع له مره ثانيه، راح ارجع له مره ثانيه من هون، بس اختار هذا البريسيت موديل اذا بدي البارامترز تبعته تنطبق على كل شيء ثاني بالبارامترز الثانيه حتى احفظها وبعدين اشيل البريسيت، راح يخلي اخر بارامترز عملت لها ابلكيشن. خلينا نشوفها ونتاكد، اذا عملت هلا ابلاي من هون راح اشوف البارامترز. خلينا ناخذ واحد من البارامترز مثلا ستيتر ريزيستنس، قديش قيمته هون؟ 0.2147 اللي هو ايش كنتوا تسموه انتوا؟ ار 1 مش هيك ولا ار اس؟ ار 1 بيساوي 0.2147 اومز. لو جينا الان اخترنا موديل ثاني، لو رحت اخترت الان رجعنا هون وبدل ما اخذ ال 20 هورس باور اخذت مثلا 5 هورس باور، او بدي احاول اركز على الاس اي عشان يكونوا هون، مثلا اخذنا ال 4 كيلو وات. هلا اذا طلعنا هون هذا لسه قديش؟ اه لا والله هذا تغير من هون. فهلا اذا رجعت هلا من هون خلينا اعمل ابلاي، بعدين راح ارجع من هون اروح على نو. هلا رجعت على البارامتر ايش ضل؟ ضل الجديد اللي عملت له ابلاي 1.405. إذا رجعنا هلا هون لما عملنا ان بريست ايش سمح لي الان اعمل؟ فكاني اخذت المحرك اللي كان موجود اللي اخترته تبع ال 4 كيلو وات ال 5.4 هورس باور اخذته، وبعدين هون بقدر احوله الان نفس المحرك بنفس البارامترز بس حولته ل 1 روتر. خلينا نشوف شو بصير هون، هيضل هذا البارامتر نفسه اللي موجود هون والروتر ريزيستنس كانها ضلت نفسها. هلا صار عندي اذا عملت اوكي ايش لازم يطلع معي؟ صار عندي 3 بارامترز جديد، هذول طالعين من السليب رينجز، حتى الرسمة جيدة لأن هالرسمة شو عاملة؟ مطلعين هذول الثلاثة من جوا وهذوك الثلاثة من برا، فكأنه يعني بوحي لي إنه هذول مشبوكين مع الرسم، أوكي؟ إيش كيف بكون إيش؟ إنترنال عندي الروتر ببطل سكوريل كيج، متذكرين شو كان سكوريل كيج؟ هو عبارة عن بارز وعليها حلقة من هون وحلقة من هون ملحومين، بعرفش ملحومين أو مشبوكين، أه؟ شلنا هذا الروتر سحبناه جبنا محله شيء ملفوف لف واوند وايندينج، في أسلاك ملفوفة في داخله، بس بيطلع منه 3 تيرنز، مشبوك ستار رح يكون كمان نفس الشيء. يعني الواوند روتر هون رح يكون نفس الشيء، عندي هي ستيتر وهي ستيتر من هون، الواوند روتر رح يكون في عندي نفس الشيء 3 تيرمينالز، بس هدول ملفوفين وين؟ الروتر طالع منهم ثلاث اسلاك، كيف بدي اشبك ثلاث اسلاك من شيء بلف لشيء ثابت؟ ما بقدرش احط سلك، السلك بنقطع بالاخر، ها؟ ايش بنعمل؟ بنطلع 3 سليب رينجز. فالسليب رينج بلف كامل ما فيش فيه كوميتيتر سيجمنتس السليب رينج، ها؟ هو بس ميكانيزم حتى ايش تعمل؟ سليب رينج مع برش بتسمح لي اني اشبك شيء بلف مع شيء ثابت. فطلعوا معي الثلاث اسلاك هدول.
هلا اذا عملنا لهم شورتنج شو بيرجع هذا المحرك بنفس قيمه الروتر ريزيستنس؟ كانه سكويرل كيج بيرجع نفس كاركترستكس السكويرل كيج. اذا رحنا شبكنا الان محرك ريزيستنس خارجيه شو بصير بالسبيد تورك كيرف؟ بتغير. شو بزيد؟ اذا زدت الريزيستنس الخارجيه بزيد الستارتنج تورك وبزيد كمان الريتد سليب. طيب نطلع نرجع على هاي مره ثانيه. خليني ارجع للموديل اللي كان عندنا هون او نطلع على السريع على البارامترز اللي هون. ايش عندي البارامترز هدول؟ نومينال باور فولتج لاين تو لاين اند فريكونسي. هاي هون محطوطين كانهم فيكتور هون حاطهم كانهم فيكتور في ماتريكس 4000. ايش ال 4000 هدول؟ 4000 هو حاطه في اي من هون بس هو واتس الصحيح المضبوط انه واتس 400 لانه زي ما متذكرين هون لما عملنا البريسيت موديل قبل 17 غيرناه احنا لهذا 4 كيلو وات محطوط عليه. فاذا هذا 4 كيلو وات هيها 4000. فبعرفش ليش انا حاطط هو هون في اي بس هو وات. وتتاكد منها اضرب الروتيشنال سبيد سينكرونس روتيشنال سبيد ان راديانس بير سكند في الريتد تورك رح تعطيك 4000. الثاني اللي هو اللاين فولتج بالار ام اس 400 فولت والفريكونسي هون 50 هرتز الريتد فريكونسي. ستيتر ريزيستنس والاندكتنس الروتر ريزيستنس والاندكتنس ريفير تو ذا برايمري او ريفير تو ذا ستيتر اللي هي داش كنا نسميها داش او مضبوط هيها هون داش بس هاي مش محطوطه بالاندكتنس الميوتشوال اندكتنس ايش كنتوا تسموها؟ اكس ام بس محطوطه كاندكتنس مش كرياكتنس. وبعدين عندي انيرشيا. انيرشيا لمين هاي؟ للروتر. ايش وحدتها؟ وحدتها صحيحه كيلوغرام متر سكوير صحيح. بعدين ايش عندي؟ الفريكشن اللي هي احنا بنسميها بي عاده وحدتها نيوتن متر بير راديان بير سكند. فالراديان نزل تحت السكند طلعت فوق واهمل الراديان فصارت نيوتن متر سكند بس هي نيوتن متر بير راديان بير سكند. اذا بضربها بالروتيشنال سبيد ايش وحدتها لازم تكون روتيشنال سبيد؟ راديان بير سكند راح يعطيني نيوتن تورك اللي هو بالنيوتن متر بعد. واخر شيء البولز. هلا اظن هذه ايش لازم تكون هذه؟ على فكره هاي بيرز اوف بولز بس مش حاطط هو حاطط هيك لا حاطط مضبوط هيها بول بيرز بير فيس بير فيس للار او للاي راح يكون في تو بيرز اوف بولز يعني اربعه واربعه واربعه. فلو لفينا حوالين ستيتر كم بول راح نلاقي؟ 12. Initial conditions بعرفش ليش مش حاطين هون سليب. هذا السليب على فكره الانيشال كونديشن موصوف بالهلب. لو رحنا على الهلب موصوف شو يعني سليب واحد؟ الانيشال سليب واحد بدنا زيرو سبيد. اذا بدك المحرك يبدا من سبيد ثاني بكانك تحط سليب زيرو او تحطه 0.05 مثلا بس احنا هون رح نبدا من زيرو سبيد. وهدول اظن في كرنتس معينه كرنتس بعطيهم هون فاليو الانيشال كرنتس. الانيشال كرنتس المفروض اعطيهم فاليو بدك تدخل على الهلب تشوف لها. سيميليت ساتوريشن اذا عملنا سيميليت للساتوريشن راح يسمح لي اني ارسم البي اتش كيرف او لا مش البي اتش كيرف هون اعطاني اي سيميليشن بارامترز يحسب الساتوريشن يحسب الساتوريشن بس اليونتس غريبه امبيرز وفولتس مش بي و اتش بيكون بيعتمد على الاورجنايزيشن تبعت المحرك. انا الصايمه ما بناش استعملناها اذا حد بحب يحاول يستعملها الفصل هذا ويشوف اثرها بي نايس انه نشوف لانه لما نروح على الفيربل فولتج فيربل فولتج سيستمز احد الاسباب انه بنغير الفولتج والفريكونسي مع بعض عشان ما اعملش ساتوريشن للمحرك. واذا عملت ساتوريشن للمحرك راح يصير عندي مشكله لانه الكور راح يصير ساتوريتد فبنحاول ما نعمل ساتوريشن للمحرك بحيث. فاذا بعمل هون سيميليت للساتوريشن ببدا ابين معي المشاكل اللي بتصير اذا كان خليت الكرنت يعمل ساتوريشن. اوكي في اسئله على هذا لحد الان؟